إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الله، فلقاؤنا معكم في هذا اليوم بمشيئة الله ننطلق منه وبه من كتاب صفة الجنة لعالم من علماء السنة، وهو أبو نعيم الأصبهاني. وهذا العالم كتب كتاب صفة الجنة على طريقة أهل الحديث، فيروي الأحاديث بالإسناد من طريقه، وجمع ما استطاع ما وقع له بالإسناد من طريقه، ولكن في النهاية ترك المجال لمن بعده أن يفرزوا ويميزوا بين الصحيح والضعيف. وقام طالب علم معاصر وهو الأستاذ علي رضا، فحكم على هذه الأحاديث والآثار بالصحة والضعف. فتعالوا بنا نعيش مع كتاب صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني رحمة الله عليه، وهو مطبوع في مجلدين في ثلاثة أجزاء، وقد يظن بعض السامعين أن هذا العالم سوف يكتفي فقط بذكر صفة الجنة وما فيها، وليس هذا هو هدفه وهمه وتركيزه، بل هدفه وتركيزه أن يذكر الأمور التي تعين على دخول الجنة، فذكر بإسناده وروى بإسناده رقم 2 عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سيدا بنى دارا، واتخذ مأدبة، مأدبة الطعام. يعني هذا السيد بعدما بنى بيتا كبيرا إذ به يعد الطعام فيه، وبعث داعيا ينادي الناس لكي يأتوا فيأكلوا من هذا الطعام، فمن أجاب الداعي دخل الدار، وأكل من المأدبة وأرضى السيد. إذن هذا السيد لا يريد منك شيئا، هو أقام بيتا وأقام طعاما وبعث من ينادي في الناس هلموا إلى الطعام في بيت هذا السيد، فمن أجاب وأكل ودخل رضي عنه هذا السيد وأرضى السيد. فالسيد الله جل في علاه، والدار الإسلام، والمأدبة الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخواني في الله، نحن عندما نستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ربنا جل في علاه بحاجة إلينا
الجواب لا، وإنما هذا فضل منه وكرم أنه يدخلك الجنة ويطعمك من ثمارها ويبعث لك داعيا ومناديا يدعوك إلى الإسلام والسنة حتى تأكل، فكيف لا تستجيب؟ فكيف لا تستجيب؟ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. روى رقم 3 بإسناده عن قتادة عند قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. من الذي يدعو؟ الله. والله يدعو إلى دار السلام. قال: ذكر لنا أن في التوراة مكتوبا: يا باغي الخير هلم، ويا فاعل الشر أمسك. هذا يذكرنا في حديث رمضان: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فإذا من الذي يدعوك إلى الجنة؟ الله. فالشقي الذي لا يستجيب إلى دعوة الله جل في علاه. قال أيضا بطريق آخر، قال: الله هو السلام وداره الجنة. قال وعن سعيد بن جبير رقم 14: أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال: أرض الجنة. إذن وهذا لا يتنافى مع العموم أن الله يورث الصالحين هذه الأرض الدنيوية والعاقبة للمتقين، وأيضا يكافئهم بأن يرثوا أرض الجنة بفضله جل في علاه ومنه وكرمه. قال: رقم 23، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله عز وجل 3 أشياء بيده. خلق الله تعالى عز وجل 3 أشياء بيده. طبعا لو أردنا أن نقول أن يده هي القدرة، فالله بقدرته خلق كل شيء، ولكن هذه 3 خلقت بيد الله جل في علاه تكريما وبيانا لمنزلتها ومكانها. قال: خلق آدم عليه السلام بيده. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ الأمر الآخر: القدرة لا تثنى بقدرتي، ونحن نثبت القدرة، ولكن نثبت أن الله خلق آدم بيديه، وكتب التوراة بيده، وغرس الفردوس بيده. إذن يا من تريد الجنة فكر في الدرجات العلى وهي الفردوس، ففيها غرس غرست بيد الله جل في علاه. ألا تستحق أن تجاهد نفسك وتترك شهواتك وألا تبالي بهذه الدنيا جاءت أم أدبرت؟ رقم 29، سمعت أبي يقول
عبد الله بن المبارك حدثنا يحيى بن عبيد الله قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت مثل الجنة، ما رأيت مثل الجنة يزهد فيها، أي معناها يزهد فيها كثير من الناس. كيف يزهد؟ قال نام طالبها. كيف تهنأ بالنوم؟ النوم هو الموت، الحمد لله الذي أحيانا بعد إذ أماتنا، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. كيف تهنأ بالنوم وهذا النوم يمنعك من العمل الصالح الذي يمنعك من دخول الجنة أو رفعة الدرجات في الجنة؟ كيف تنام؟ لذا فإن بعض السلف كلما أراد أن ينام استيقظ، ما بالك؟ قال تذكرت الجنة فطار النوم من عيني ثم ينام فيستيقظ، ما بالك؟ قال تذكرت النار فقمت فزعا منها. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. كيف تهنأ بنوم؟ الله مكسور علي النوم، بدي انام لي يومين، ما بصلح ما بصلح. قال نام طالبها عجبا ولا رأيت مثل النار نام هاربها. كيف تهنأ بنوم؟ لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج على الصحابة وهم يضحكون قال لهم لو تعلمون الذي أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوسهم وسمع لهم خنين أنين بكاء. كيف تهنأ بهذه الدنيا الفانية على حساب الطاعات والقربات؟ طيب إذن أهل الديانة عندهم تفكير دائما بحصد الحسنات. انظر جزى الله خيرا الإخوة الذين أعدوا الفطار، انظر إلى هذه الدقة، واحد حصلوا أجر بإذن الله أجر إطعام الصائم، اثنين حصلوا أجر الذي صام لا ينقص ذلك من أجره شيئا، ثلاث أقاموا سنة إطعام الطعام، أربعة حضروا الدرس ودعوا إلى الدرس. تداخل عبادات تتداخل هكذا في هذه الجزئية. كيف التنافس؟ كيف تتنافس في اليوم؟ تفكر يا جماعة، بعض التجار عنده مكتب وغرفة خاصة، ما هي هذه الغرفة الخاصة والمكتب؟ غرفة لإخراج مشاريع تجارية فقط، يجلس ويغلق على نفسه الباب ويجلس بالساعات يفكر كيف ينشئ مشروعا تجاريا للدنيا. ألا حري بنا أن نجلس
كيف نفكر بمشاريع نحصل فيها الجنان ومرضاة الرحمن؟ فهذا هو العجب، كيف تنام وهناك شيء اسمه الجنة؟ إنها جنان، ليست جنة، جنان. يعني حتى لو دخلت الجنة في هناك شيء آخر، أنه فاتك رفعة الدرجات، رفعة الدرجات. لذا أم طلحة عندما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن ابني مات في المعركة، فإن كان في الجنة صبرت، وإلا اجتهدت في البكاء. يعني يا رسول الله، إذا بدك تصبرني بين لي ابني وين بعد ما قتل في المعركة؟ دخل الجنان، الجنة، خلاص. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أبشري يا أم طلحة، فإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. فخرجت تقول: بخن بخن. تفكير، جنان، مرضاة الرحمن، في أكلك، في شربك، في نوم، في تحركاتك، في لحظاتك، في ساعاتك، في دقائقك، تفكير مستمر بطاعة الله عز وجل. هذا معنى عجبا، كيف تنام وهناك جنة، وكيف تنام وهناك نار. وصل الصحابة إلى مرحلة لم يعرفوا الضحك خوفا من النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال 33 عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأشد المؤمنين ضرا في الدنيا. مؤمن لكنه أكثر شخص على وجه الأرض في مدار الزمان والسنين والأيام لاقى ضرر وضر وأذى، أكثر شخص على خلق. فيؤتى يوم القيامة فيقال: اغمسوه غمسة في الجنة. غمسة يا جماعة، فقط غمسة، لم يتنعم ولم يتلذذ، فقط عند كيف تغمس أنت شيء وتخرج، شو ماذا سوف تحصل من هذا الشيء؟ ماذا ستحصل من النعيم؟ هذا غمس في الجنة وأخرج. طيب، غمسوه غمسة في الجنة. قال: فينغمس غمسة في الجنة. طيب طلع، فيقال: هل رأيت ضرا قط أو ضرا قط؟ عمرك انضريت؟ فيقول: لا. يعني كل الضر اللي حصله والأذى اللي ناله، وأكثر شخص على وجه البشرية من المؤمنين، قال لك: أنا ما عمري ما انضريت، بغمسة واحدة في الجنة، فكيف بمن يدخل الجنة ويستقر في الجنة ويعيش في الجنة؟ فكيف إذا كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أبي بكر، مع عمر، تدخل يا الله ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كفي أذى، أذينا كثير. لا، الآن نعيم، نعيم الآن، ما في حدا يؤذيك بكلمة ولا بعبارة ولا بسلوك ولا بتصرف. لا 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 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع
فانظر فترى العلماء في مجال، علماء لا إله إلا الله، ما أحلاها من حياة يا جماعة. دخول النار ورؤية الكفرة كوم، ترى إبليس لا أبا جهل ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الجنة، ثم تكافأ في الجنة برؤية الله جل في علاه. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لذة النظر إلى وجه الله وخطاب الله لهم، تسمع كلام الله بصوت وحرف، فيخاطب أهل الجنة: يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ شو هل رضيتم؟ مفروغ من طبعا، نعم يا رب، وكيف لا نرضى وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة. فيقول: فإني سأزيدكم. فيقولون: يا رب، وأي زيادة أكثر من هذا؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد ذلك أبدا. يا جماعة، أهل الدنيا يدفع مبالغ بس الحاكم الفلاني يرضى عنه، فتصور أن الله يرضى عنك. تلذذ، مخاطب للروح وأنت جالس وأنت تأمل رضا الله، فيكافئك الله برضاه. ما بتستاهل إن نروح عمره في رمضان يا جماعة، وإحنا عندنا قدرة. ما بتستاهل إن ما نقيم لأي بشر وزن، رضي ولا غضب، المهم رضا الله. كيف تقضي وقتك؟ فكر ليس في اغتنام الوقت فقط، بل أن تغتنمه في أفضل حال. انظر رقم 37، أن عيسى عليه السلام كان يقول: بحق أقول إن أكل خبز البر وهو القمح وشرب الماء العذب والنوم على المزابل مع الكلاب، كثير لمن يريد أن يرث الفردوس. يعني اتصل لمرحلة باكل خبزة وبشرب كاسة مي وما لي مأوى، ده نمت مع المزابل مع الكلاب، لكني سأكافأ بدخول الجنان. ولا إنك تعصي رب العالمين، ولا إنك تشتري شقة عن طريق البنك وتركب سيارة عن طريق البنك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني عيسى عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين لك أنك لو لم تحصل شيئا من الطعام في هذه الدنيا إلا بمقدار قوام حياتك، ولم تحصل مأوى ولا بيت، المهم أن تدخل الجنة فتنال رضا الله جل في علاه. يا جماعة، قبل فترة دخل الشيطان بين إخوة على أشياء دنيوية،
ومتعلق بالعمل، وحصل بينهما فرقة وقطيعة، وأكرم الله عز وجل نفرا من المصلحين فدخلوا بينهم وتكلموا معهم، وكان مما قاله أحدهم: يا جماعة أنتم إخوة، والله لو مات أحدكم فإن هذا الشخص، هذا المال الذي تتقاتلون عليه، سوف لا يرى له لذة ولا نعيما، لأنه قد فقد أخاه وهو قد مات، وهم متخاصمان. فكان منهم أن استيقظوا فتصالحوا والحمد لله. فإذا يا جماعة انتبهوا، لا تستحق أن أخاصم أحدا من أجل الدنيا، ولا أن أعصي الله من أجل أي شيء دنيوي، حتى لو نمت على المزابل، حتى لو نمت على المزابل. ومين فينا بنام على المزابل يا جماعة؟ أي والله اللي بتروح تتصدق عليه ما بنام على المزابل، ومع ذلك نعصي الله، نزهد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يا جماعة انتبهوا إلى ما بعد ذلك. قال، ذكر بابا، قال: ذكر الجنة وأنها محفوفة بالمكاره. ومعنى المكاره أي ما تكرهه النفس الزكية. النفس أمارة بالسوء، وبالتالي سوف تفعل أشياء تخالف هذه النفس، وهذه المخالفة ستقودك إلى الجنة بمشيئة الله عز وجل. ثم بعد ذلك ماذا يصبح من هذه النفس؟ أنها إيش؟ أنها تصبح هذه المكاره تركها لذة. وهذا ما حصل مع بلال رضي الله عنه عندما جاءوا بالصخرة العظيمة في شدة الحر وجعلوها فوق صدره، وهو يقول: لا إله إلا الله أحد أحد. فقيل له: يا بلال، كيف قد صبرت وقد نلت ما نلت من العذاب؟ فقال: مزجت حلاوة الإيمان بالعذاب فرجحت حلاوة الإيمان. فإذا حلاوة الإيمان، النفس تأمرك ألا تستيقظ على صلاة الفجر، وتجعل الاستيقاظ على الفجر شيء صعب، لكنك ستخالف نفسك وتستيقظ وتصلي الفجر في المسجد. لكن بعد فترة إذا أصبحت نفس زكية تصبح لا تهنأ بنوم ولا بحياة ولا بطعام ولا شراب إلا أن تصلي في المسجد الفجر. متى؟ عندما تصبح نفسك زكية مزكة، تصبح عمرة رمضان أساس في حياتك. لا يمكن أن تتصور نفسك يأتي عليك رمضان ومعك مال ولا تذهب إلى العمرة، بل إذا أعطاك الله قدرة أكثر يصبح لا تتصور نفسك أنك يمر عليك الحج ولا تحج، تصبح تتلذذ بإنفاق مالك وأنت تنام جعان جائع. أنام جائع وأولادي جياع؟ نعم، لأنه قبل ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما عنده شيء يقدم الضيافة إلى هذا الشخص. فذاك فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله، أنا أضيفه. لكن المفاجأة عندما وصل إلى بيته قال لزوجته: ماذا عندك من طعام؟ فقالت: لا شيء إلا طعام الصبيان. يعني إلي وإلك ما فيش، إلي وإلك ما في، اللي ضايل إيش؟ طعام الصبيان. مش نازل أولادي. الله يجزيك الخير، شو أولادك هاي؟ تعصي الله؟ ليش تعصي الله؟ أولادي، عندي أولاد. ليش مش ماسك على المصاري؟ أولادي، بدي أمن مستقبله. تصور إنك تنيم أولادك بالجوع عشان تستقبل ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه اشي خيال، لا هو اكل ولا مرته اكلت ولا اولاده اكلوا. واللي ما تعشى يا جماعة شو بده يفطر؟ ما فيش فطور برضو، ما هو عاشى ما فيش، يعني بس انام بده يجي الاكل، برضو ما فيش اكل الصبح. فاطفأ السراج ولم يشعر الضيف، لم يشعره، مش قال والله ما قصرنا معك، ها قدمنا لك الاكل وهينا نايمين بالجوع يا زلمه، توكل اللي وجه الله، ما احنا شو هذا اذى، بتاذي في الناس. انت بدك تشكر اللي بتعمل معه معروف، الفقير بدك تشكره انه قبل منك الصدقه. احد المساجد واحد جايب لي صفطة خمسات، وكنت انا عباب المسجد، ولا النسوان لحقاته، انا شايفه بعيني، وانت روح وزع الخمسات. يعني بجوز وزع له 200 ليرة؟ والله استغفر الله، انا غلطان لغاية الان، ما قلت له لو سمحت توزعش ولا دينار، وتكفلت بتوزيع اللي معاي لهم. استغفر الله على الغلطة اللي غلطتها. ذل النسوان ذل، ما الله به عليم. وانت من وين؟ وانت ايش؟ وانت كيف؟ وركاض وراء طبلاء خمسات، خمسات، يا ريت خمسينات، خمسات مجمعين هيك حضرته 200 ليرة. استغفر الله العظيم على هالذل. انت لازم تشكر النسوان هذول، ما دامك عارفهن فقيرات تشكرهن. والله وراه بيجي 30-40 مرة وركاب وراه. اوه شو هالذل، عمره بيجي 70 سنة. من اطعموه وازقوه وعشوه وهو بفكرهم بوكلوا معه، وهم مطفئين السراج وبلوكوا في اسنانهم وثمهم انه احنا بنوكل. وصبح الصبح ليروح يصلي الفجر، ولا القرآن نازل فيهم يتلى الى يوم القيامة. لقد عجب الله من صنيعكما هذه الليلة، لم يعلم احد بهذا الا الله. وين احنا يا جماعة؟ وين احنا؟ الجنان. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. بدك شهوة؟ باب الى النار. ولكن النفس الزكية تصبح تشتهي الطاعات وتشتهي القربات وتتلذذ بإنفاق المال الذي تعب في تحصيله في سبيل الله. والعجيب، العجيب ايش؟ ان الذي ينفق
يتفاجأ أن ماله يزيد ولا ينقص. بدي أخلص من هالمال. عثمان، شو بدك يا عثمان؟ من يشتري روما وله الجنة؟ يا عثمان عاد صاحب التجارة والرأس، عقد التجاري والمدبر والإدارة، إيش ما بدك موجود في عثمان، ودين وتقوى وعلم وفهم وصحبة ومبشر بالجنة. من يشتري روما وله الجنة بير؟ واحد يهودي قال له بدي أشتري منك البير، راح يطلب إيش؟ رقم خيالي. فدخل له بأسلوب التجار، الله تشاركني في البير؟ ها بشاركك بس سعره غالي. ها قال له نتفاهم. قال له غالي تدفع؟ قال له بدفع النص، يوم إلي يوم لي ويوم لك. قال له اتفقنا. تفضل. أخذ المبلغ النص. فقال للمسلمين في يومي خذوا وتزودوا ليومين، وفي اليوم التالي لم يأتي أحد إلى البئر. فاستيقظ اليهودي فقال أتشتري النصف الباقي؟ قالوا لا ماشي بس مش بالسعر اللي بدك إياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. مال. وتفاجأ عثمان أن ماله قد زاد. جماعة احنا بنتكلم النفس الزكية حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، بصير في انقلاب، بصير النفس الزكية هذه المكاره ايش؟ شهوة. حتى قيل لأحدهم وقد كان هناك رجلان يتسابقان، وهو جالس في مكان والناس تتسابق، رجلان يتسابقان، فظن أحدهم أنه يتابع المباراة وروح بيحضر مباراة كأس العالم، مضيعة أوقات ساعة ونص وساعتين وشوط إضافي وجداري وركلات ترجيح، بسمع قصص قديه كان 3 ساعات وأنا عارف. فظنه يتابع المسابق فقال له يا فلان من سبق؟ قال له من سبق؟ قال له من غفر الله له فقد سبق. وانا قاعد بحضر مباراة ولا بنظر مسابقة؟ من غفر الله له فقد سبق. فنظر اليه هيك الدنيا حر وقاعد، فشافه عنده تقوى الله قال لك خليني اخدمه بشيء. هذاك الشخص استيقظ قال له ماذا تشتهي؟ اجيب لك اياه. قال له ذكر الله اشتهي، ما بدي شيء من هالدنيا كل الا ذكر الله. ومر احد الصالحين ببيت فيه المعازف والبرابط والغناء والرقص والعصيان لله عز وجل، وطرق الباب فخرجت له الجارية قالت نعم. قال بيت من هذا؟ قالت بيت بشر. قال أحر هو أم عبد؟ قالت بل حر. قال إن كان حرا فليفعل ما يشاء. ثم ذهب فدخلت إلى سيدها فقال سيدها من الطارق؟ قالت شيخ جليل. قال ماذا يريد؟ قال سألني بيت من؟ فقلت بيت بشر. فقال أحر هو أم عبد؟ فقلت بل هو حر. قال إن كان حرا فليفعل ما يشاء. فاستيقظ الرجل. ماذا قال؟ إن كان حرا فليفعل ما يشاء. قال لا. فخرج من البيت وجعل يركض حتى أدرك الشيخ فقال أيها الشيخ بل أنا عبد لله، بل أنا عبد لله. هل أنت حر أم عبد؟
حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. أنت عبد أم حر؟ حر افعل ما تشاء، ولا عبد لله معناته بدك تنقاد لأوامر الله جل في علاه. فيا إخواني في الله، كل منا يحاسب نفسه ويراجع حساباته ولينظر من أي الصنفين هو. نسأل الله أن نكون نحن وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.